ويلا الا بقات تدخل عليك في الدار. شنو هي الدار بحال هكا؟ هذا السيد الا مشات وقعت لينا شي حاجه انا والزوج ديالي راه تنتحمل المسؤوليه ديال السيده. يعني كرفص عينا بزاف يعني اقصى درجه، تتعرض راجلي من الخدمه ملي تيكون غادي وملي تيكون جاي بالسبان بالمعيور على الكلام الخايب. ملي تيمشي للخدمه تجي قدام الدار ديالي انا تبقى تسبني، هز عليا عصا تقول لي ما تدوري لا هك لا هك، لا راه من الارض راه موصيني، يعني شي واحد ما يدور لا هك لا هك. ما تبغيش نخرج، ما تبغيش ندابز معاه، تنقول لها المراه هدي الله تمشي بحالاتها، ما تبغيش تمشي، تبقى تغوت تدعي وتمشي على خاطرها. يا هذيك واحد النهار هادي تقريبا شي عام دابا عندي واحد البقره نمشي نسلحها جنب الدار، تكون شي عامين تقريبا، تكون ما بقيتش عاقله. هذيك البقره انا ديك البقره انا بعيده عليا سارح، هذيك البقره انا بعيده على الدار ديالي يعني واحد المسافه. السيده هزه عصا وجاياني تقول لي هذيك الارض راه ديال الشركه، راه مول الشركه موصلي حتى شي واحد ما يقرب لي هنا جناب ديال يعني الدار ديالها هي فين وانا فين. وكتجي كتجي سارح حدا الدار عندكم؟ سارح قدام الباب ديال الدار. تروح الارض خلاء ترك قدام باب ديال الدار هاد السيده جاتني بالعصا تنقول لها سيري بحالك انا راه بعيده عليك، يعني ماشي قدام باب الدار ديالك، وهاد الارض راه يعني راه بحالنا بحالك، راه ساكنين فيها غير ديال الدوله، راه بحالنا بحالك. السيده جات بعصا تضرب فيا تتحس راه عندي فيديوهات كلشي، راه درنا بها شكايه، جاتني طاحت عليا بالعصا تضرب فيا، مشات جرحت راسها قالت لي راه راجلها اللي ضربني، انا راجلي خدام، راجلي خدام وعنده الشهود ديالو انا راه خدام، قالت لي راه راجلها هو اللي ضربها. واخا ممكن تحكي لنا على النهار اللي ضربوك هذوك العمال؟ هذوك اللي خدامين مع هاد السيده هذوك الناس عندي نيت البقره قدام الباب ديال الدار ديالي دايره لها قنده مطولاها، جاو بالسبت راجلي ما كانش، تا جاو مع الخرجه ديال الباب ديال الدار تلقى واحد قدام الباب وواحد الفوق هز عصا واقف على البقره تيقول لي حيدي البقره، قلت له البقره قدام باب الدار ديالي يعني بعيده على الارض ديالكم نتوما، هزو تيقول لي شي كلام خايب الله ما حيدتيها، تنقتلها تندير ليها سميتو هي الفاعله هي التاركه. تنقول لي شوف البقره راه ما نحيدهاش راه قدام الدار ديالي حيت ماشي في الارض ديالك، ملي ما بغاش نحيدها السيد جا ضربني بالعصا الراس، تيسب فيا شي كلام خايب تيقول لي الله الا خليتها فيك انا حلفت ندخل عليك في الدار ديالك. هادو غير خدامين هادو غير خدامه ديالو، والسيد كان معاهم ولكن كان بعيد موراهم، هز التليفون تيصور هو الخدامه ديالو وشي واحد من العائله ديالو، جاوب السبت هما. هذاك ملي ضربني بالعصا غادي تيسب فيا تيقول والله الا خليتها فيك انت ندخل عليك في الدار، وهذاك هذاك بحالك تيقول والله الا خليتها فيك تندخل عليك في الدار، والله يا اماكم والله يا اماكم تنخرجكم نقلعكم من هذيك الارض، وهذاك الباب تتخرجي منه تيقول والله الا خليتها ملي ضربني تم غادي تيقول والله الا خليتها فيك تندخل عليك في الدار بحال هكا. هذا السيد الا مشات وقعت لينا شي حاجه انا والزوج ديالي راه تنتحمل المسؤوليه ديالهم هما يعني اقصى درجه بزاف كاع نهائي. كيفاش النوع ديال التهديد كيفاش كيدير لك وشنو بحالاش؟ بزاف تيهدوا فينا يعني تيقول بالسكنه راه ماشي ديالنا، بنات يهدوا عليا يدخلوا عليا في الدار، السيد ضربني وغادي تيحلف عليا تيقول لي الله الا بقات فيك ندخل عليك في الدار. شنو هي هذه؟ يوميا الراجل خدام تيخليه حتى تيمشي للخدمه عاد تيجيو قدام باب الدار تيجيو يضربوا لي الزريبه حتى يلقاو لي غير انا امراه. تيمشي الراجل للخدمه تيجيو لي قدام الدار بالطوموبيلات بالخدامه تيبغيو يحيدوا الزريبه، تنخرج غير انا بوحدي حيت ديك الساعه راجلي راه ما كاينش. واش نتوما اللي يعني شحال من سنه نتوما هنايا؟ وانا ما نقدرش نصرف لك انا راه يعني رجينا من جيت جوج شبير لقيت هنا القديم هو راه وليدي تزادوا هنا وماتوا هنا. هما راه غير جاو لقاونا هنايا حنا رجينا راه وليدي راه تقريبا راه ماتوا هنا زياده وخلوا هنا. كيجي يجيبكم البلاد احكي لنا شنو؟ راه يعني تيجي السيد تيجي بالخدامه ديالو تيبغي دابا المحلات وعندنا شي زريب، ملي ذوك الزريب حنا في الباديه ذوك الزريب ساترين المحلات ديالنا، تيجي بالخدامه ديالو بدا يطل لنا على المحلات ديالنا على الزريب بالزريب وشي حايدو شوف هاد المحلات غنقصوا لكم الزريب راه خليكم غير في السكنه اللي ساكنين فيها، وحنا ساكن في الباديه وذوك الزريب راه هما اللي ساترين حنا محلاتنا. كيفاش كانت العيشه ديالكم قبل ما يجي هذا السيد لهنا؟ كانت مزيانه احسن حتى كنا درنا شي حاجه كمشي بقيره ولا شي حاجه هكا زعما كنا معنا مزيان، ما كاينش اللي تيتحكم فينا ما كاينش، ودابا راه دجاجه تيقول ما تخرجش دجاجه دجاجه ما تخرجش. كانوا عندنا والله لا حق الله العظيم كانوا عندنا وزات هذوك الوزات تيديعوا تيمشيو تيسلحوا هذوك الصوره ديالهم راه كاينه هذوك الوزات حرش الخدامه ديالهم قال بسيرو قتلهم وديروا في كرتون وفعلا ضربوهم فعلا ضربوهم هذوك فعلا وضربوهم والناس تيشوفوا هنا ولكن الناس ما تيبغوش ما تيخافوا تيبغوش يقولوا الحقيقه هنا. واش كتحسي بالحقره انت؟ يعني بزاف الحقره ماشي غير شويه بزاف تحقرنا بزاف كاع بزاف واكثريه الحقره ولا تيحرش الجيران بحال دابا السيده الله اعلم هي تتقول لك هما اللي تيحرشوني
فلان وفلان تيقول لي انت حضي هنايا ما تخليتيش لواحد ما يدوزهك وما يدوزهك. هاد السيده هذه السيده اللي تقول لك بان راهما تيحرشوني. السيده يعني مكرفصه علينا بزاف، حنا ما عارفينش الله اعلم، هي تتقول لك راه هما اللي تيقولوا لي شنو يعني حتى شي واحد ما يدوز في الارض ديالو. راجلي وهذاك خصوص راجلي يعني تتعرض لي في الصباح وعشيه، ومرت خالو يعني كاينه طريق بجنب ديال الدار ديالها وديال مرت خالو، ملي تتم جايه عندنا تتعرض لها بالعصا، تتقول ليها راه فلان قال لي يعني حتى شي واحد ما يدوز، رانا موصين يعني حتى شي واحد ما يدوز من هنايا، لا جناب الزيت ولا في الارض، هذيك الارض سدتها علينا. هاد المراه راه كانت جارتنا هاد المراه، وملي جاو هاد الناس المراه تقلبت ولا تتوقف معاهم ولا يعني تتحرش يعني بزاف يعني اقصى درجه. والناس ديال الدوار وكاين اللي ما تيدوزوش الدوار هنا اكثر تيخافوا ما تيقادوش يجيوك الحق، يعني تيشوفوا بعيني شنو تي السيد شنو تيدير، ولكن باش تيجيو الحقيقه ولا يقولوا شي حاجه ولا يجيو لا ما يقدروش الشهاده ما يقدروش يشهدوا، يعني تيشوفوا كل شيء بعينيهم هما تيخافوا.